بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا كتاب العهود المحمدية لسيدي أبي المواهب الشعراني عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب الذي نتعرف من خلاله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نشرف فيه بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحاول من خلاله الاقتداء بسنته والسير على هديه، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ربنا ويرضاه. الكتاب كما تعلمون حضراتكم مرتب وفق الترتيب الفقهي، فبدأ الشيخ بأبواب الطهارة، ثم أبواب الصلاة، ثم أبواب الزكاة والصدقات، ثم بعد ذلك بدأ في أبواب الصيام. وبدأنا في المرة السابقة في باب الصيام، وبدأنا في العهد الأول من عهود أبواب الصيام، وكنا وقفنا عند قوله: وقد كان المؤمن في الزمن الماضي لا يخرج من صوم رمضان. كده هذا العهد بدايته قول الشيخ: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون معظم محبتنا للصوم من حيث كون الله تعالى قال: الصوم لي، لا من حيثية أخرى كطلب ثواب أو تكفير خطيئة. فالمعنى هنا أن المؤمن يحب الصيام لكونه منسوبا ومضافا إلى الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن هذه درجة عليا لا يخاطب بها كل الناس، بمعنى أنه من وجد في نفسه القصور عن هذه الدرجة فلا ييأس ولا يتعب، وإنما عليه أن يصوم لطلب الثواب ولتكفير السيئات، لا بأس بهذا. ثم ليعلم أن هناك درجات أعلى عليه أن يسعى إليها، وعليه أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصلها. هذه الدرجات العليا هي أن يعبد الله لله، هي أن يعبد الله سبحانه وتعالى دون أن يكون طالبا شيئا لنفسه. طيب، وكنا وقفنا عند قوله: وقد كان المؤمن في الزمن الماضي لا يخرج من صوم رمضان إلا وهو يكاشف الناس بما في سرائرهم لشدة الصفاء الذي حصل عنده من توالي الطاعات وعد المخالفات. مسألة الكشف من المسائل التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على بعض خلقه. ما معنى الكشف؟ الكشف معناه أن يطلع الله سبحانه وتعالى بعض خلقه على غيب من الغيوب، يعني حاجة هي غيب لكن هذا العبد الضعيف يعلمها بإذن الله سبحانه وتعالى. هل يعلم الغيب أحد سوى الله؟ الإجابة طبعا لا. القرآن يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لذلك احنا بنقول إنه علم الغيب هذا لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينفي عن نفسه علم الغيب، لكنه مع ذلك أخبر ببعض الغيوب. كيف أخبر ببعض الغيوب مع أن الغيب لا يعلمه إلا الله؟ أخبر ببعض الغيوب بعد أن علمه الله سبحانه وتعالى هذه الغيوب. فكذلك ما يحصل مع بعض عباد الله تعالى، والغيب يقسموه إلى قسمين: غيب مطلق وغيب نسبي. غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق هذا مختص بالله سبحانه وتعالى، الذي في آخر سورة فاطر: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخر الآية. نعم، سورة لقمان وليس سورة فاطر معزمة. أما الغيب النسبي فهو ما يعلمه بعض الناس أو بعض الخلق ويغيب على بعض الناس. يعني حضراتكم الآن كل واحد منكم هناك أمور في نفسه
هو يعلمها فهي ليست غيبا بالنسبة له، لكنها غيب بالنسبة لي. حضراتكم الآن كل واحد وهو جالس في غرفته الآن يرى الأشياء والحاجيات التي في الغرفة، بقية المجموعة الحاضرة معنا لا تعلمها، فهو غيب بالنسبة لنا ليس غيبا بالنسبة له. وبالتالي فهذا الغيب النسبي يمكن أن يطلع الله سبحانه وتعالى عليه بعض الخلق. طيب، فإيه اللي يحصل بقى لما بعض الخلق يعلم هذا الغيب النسبي؟ إن كان مؤمنا صالحا فإنه يكاشف من أمامه به لغرض من الأغراض المشروعة. ليه يكاشفه؟ إن كان يريد أن ينصحه بأمر، إن كان يريد أن يحذره من أمر، وهكذا. وهذه المكاشفات التي تحصل هي خرق للعادة، لأن العادة أنني لا أعلم ما في نفسك، للعادة العادة أني لا أعلم في أي مكان تجلس، هل تجلس الآن مثلا في الصالة أو في أوضة النوم ولا على مكتب ولا على الأرض ولا إيه، أنا لا أعرف. وبالتالي إذا حصل هذا فهذا يكون خرقا للعادة، لأن هذا بخلاف العادة. فإذا وقع هذا الخرق للعادة فالعلماء بيسموه كرامة، والكرامات ثابتة يثبتها أهل السنة ولا ينكرونها، وكل ما جاز يقولون كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لنبي. لذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربما يخبر ببعض ما في نفوس الناس، كما جاء في كتاب الله تعالى من الإخبار عما يدور في أنفس المنافقين وعما يدور في أنفس بعض أصحابه. نعم، فإذا قد يكشف الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده ما شاء الله تعالى من الغيوب النسبية، وهذا يعد من باب الكرامات، وهذا يكون لعباد الله الصالحين الذين تحققوا بالتقوى. ليه بقول تحققوا بالتقوى؟ لأن هذا هو نص القرآن في قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، وفي قوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا يعني معيارا تميزون به بين الحق والباطل. طيب، فهذه الأمور الغيبية التي يطلع الله سبحانه وتعالى بعض خلقه عليها ثابتة شرعا وواقعة فعلا، يعني هل وقع هذا؟ نعم وقع هذا، وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وقع هذا من، وهذا غير مستغرب لنبوته، لكنه أيضا وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وقع مع أولياء الله الصالحين من عباد الله في هذه الأمة على مدار التاريخ. فهو أمر مقرر وثابت وواقع، ولا أصدق من الواقع إذا وقع. طيب، الشيخ هنا بعد ما تكلم عن الصيام كيف يكون، وأن الواحد لن ينير باطنه إلا إذا أعطى هذا الصيام حقه، ومن حق الصيام إنه الإنسان يجيع نفسه أكثر من المعتاد. يعني أنت في رمضان إذا ما لقيتش نفسك بتجوع أكثر من الأيام العادية يبقى الصيام كده كأنه يعني ما أداش الغرض بتاعه. إذا ما لقيتش نفسك في رمضان بتزيد في الطاعات عن الأيام العادية يبقى أنت هتخرج من رمضان زي ما دخلت. والشيخ المرة اللي فاتت قال لنا إن في بعض الناس بيخرجوا من رمضان أكثر ظلمة، الفقرة اللي قبلها مباشرة، الفقرة اللي قبلها مباشرة، فبيقولوا أظن غالب كبراء الزمان فضلا عن غيرهم غارقين فيما ذكرناه، فيمضي عليهم شهر رمضان وقد زاد قلبهم ظلمة بأكل الشهوات والنوم. إن الواحد طول النهار نايم وبالليل طول الليل عمال ياكل أو يتفرج على المسلسلات، فيخرج من رمضان وإيه وقد ازداد ظلمة. لذلك تلاقي الناس آخر ليلة من رمضان كأنهم يعني إيه ما صدقوا، فتلاقي الإقبال على المعاصي كبير جدا وكأنهم ما كانوا في رمضان، لأن الواقع إنهم لم يعيشوا رمضان، ما حضروش معانا رمضان، فدور رمضان بالنسبة لهم كان شهر زي بقية الشهور. طيب، لكن من يعطي الصيام حقه بالتقليل من الشهوات والتقليل من النوم والزيادة في الطاعات كما كان سلف هذه الأمة، ماذا يحصل؟ ستخف روحه
وطينيته تصبح خفيفة أو شبه منعدمة، وبالتالي يطلعه الله سبحانه وتعالى على بعض الأمور التي يذكرها الشيخ هنا. يقول: لقد كان المؤمن في الزمن الماضي لا يخرج من صوم رمضان إلا وهو يكاشف الناس بما في سرائرهم. يعني يقول له أنت بتفكر في كذا وعايز تعمل كذا، خد بالك من كذا. أو يقول الموضوع اللي شغلك إن شاء الله ربنا هيمشيه، أو يقول له ما تزعلش فلان منك كده، من غير إيه؟ من غير ما يفصح له كيف عرف إن بينه وبين فلان كذا، إلا وهو يكاشف الناس بما في سرائرهم. طبعا إشمعنى رمضان؟ لأنه رمضان هو موسم الطاعات. لكن المؤمن إذا كان مع الله سبحانه وتعالى في كل أوقاته، فإن السنة بالنسبة له كلها رمضان، كشف الله سبحانه وتعالى الحجب، إقباله طالما إقباله على الله سبحانه وتعالى، فكشف الله سبحانه وتعالى له الحجب مستمر طيلة العام لا يتوقف. طيب، لكن رمضان له خصوصية: إلا وهو كاشف الناس بما في سرائرهم لشدة الصفاء الذي حصل عنده من توالي الطاعات وعد المخالفات. نفهم من كده حاجة، نفهم من كده إن العبد إذا أراد أن تصفو نفسه وأن تزكو نفسه، فعليه أن يوالي الطاعات وأن يبتعد عن المخالفات. ما هي الطاعات؟ ربنا سبحانه وتعالى إحنا نعرف جيدا من ديننا إن الطاعات التي أعطاها الله وفرضها الله علينا وسنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هتفيد ربنا بحاجة ولا تركها هيضر بحاجة، ولا هتفيد النبي بحاجة ولا تركها هيضر بحاجة. أمال إيه الحكاية؟ ليه أمرونا بيها طالما هم مش مستفيدين، ربنا عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم؟ الحكاية إن الطاعات دي دواء حضرتك، لكنه دواء روحاني، دواء معنوي. حضرتك لما بتروح لطبيب ويقول لك الروشتة دي هتمشي عليها بالطريقة الفلانية، فمين المسؤول عن نفسه الآن؟ أنت المسؤول. هتجيب الدواء هتاخده بنفس عدد المرات اللي قال لك عليهم في نفس الأوقات بنفس الطريقة، يقول لك العلبة دي لما تخلص كررها تاني، العلبة دي لما تخلص ما تكررهاش تاني. فأنت حضرتك بتمشي على كلام الطبيب بحذافيره لتعالج مرض الأبدان. فالطاعات التي فرضها علينا ربنا سبحانه وتعالى هي أدوية معنوية تعالج فساد النفوس وأمراض القلوب التي في الحقيقة نشعر بها أو من خلالها بالشقاء والسعادة. يعني سعادة الناس بيظنوا كذبا، الشيطان بيسول لهم كذبا إنهم هيحصلوا السعادة بالأشياء، بالماديات، إنه لما يقعد في بيت ضخم يشتري فيلا أو قصر ويبقى عنده عربية آخر موديل، أو لما يشتغل شغلانة كذا، بيحس الشيطان بيحسسه إنه لو حصل دي اترقى، زاد مرتبه، غير البيت، غير العربية، اتجوز. الشيطان بيوهمه كذبا إنه مشاكله هتتحل، فيربط الشيطان بين حل مشاكله وأمور مادية لن تحل المشاكل، وإن حلف هتحل بعض المشاكل وهتولد مشاكل جديدة. الإنسان إذا كانت نفسه قوية مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، قلبه قوي متعلق بربه سبحانه وتعالى، مش هيفرق معاه إن يكون غني أو فقير، اترقى أو فاتت ترقيته، جاب عربية أو مش عارف يجيب عربية، اشترى بيت تمليك أو مش عارف يشتري بيت تمليك، كله عنده متساوي. قلبه ساكن راضي مطمئن بربه سبحانه وتعالى. مش معنى كده انه شخص متبلد الاحساس، لا، هو يحزن كما يحزن الناس، يتعب كما يتعب الناس، لكن مرور التعب عليه ومرور البلاء عليه بيكون ضعيف جدا. يعني لما حضرتك تضرب بيضة في حيطة، ايه اللي بيحصل؟ البيضة اللي بتتكسر. طيب ضربت البيضة دي على نملة، النملة هتتأذي. فانت الطاعات بتقويك بحيث اذا جاءتك البلاءات هتجيلك البلاءات مش هتمتنع، لكن إذا جاءتك البلاءات وجدتك صاحب قلب قوي متعلق بالله سبحانه وتعالى، قد قوي هذا القلب بربه عز وجل. فالشيطان بيوهمنا إن مشاكلنا هتتحل بالإيه؟ بالأمور المادية الدنيوية، والحقيقة هي لا تسعد، أن القلوب لا تطمئن
أن القلوب لا تشعر بالسكينة والراحة والانشراح إلا إذا مسحنا الذنوب أولا، ثم بعد مسح الذنوب بدأنا نوالي الطاعات. ألم نشرح لك صدرك، شرح الصدر اللي هو السعادة يعني، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. إذن الأوزار حمل تقيل، حمل تقيل، حمل معنوي على الروح، لا تستطيع الروح أنها تحلق طول ما في أوزار. لذلك الاستغفار مهم جدا، إن الواحد يؤدي ما عليه من صلوات أو صيام مهم جدا، إن الواحد إذا كان عليه ديون يسددها مهم جدا، إذا كان في مظالم يستسمح الناس مهم جدا عشان يتخفف، عشان يتخفف. ليه؟ الذي أنقض ظهرك، أنقض ظهرك. طيب إذن أول حاجة عشان الصدر ينشرح لابد من إزالة الأوزار، ثم بعد ذلك بفعل الطاعات. عدم المخالفة أو البعد عن المخالفة زائد فعل الطاعات، الاثنين دول مع بعض هم التقوى. فالتقوى هي فعل المأمورات واجتناب المنهيات، التقوى هي فعل المأمورات واجتناب المنهيات. فهذا الشخص الذي يتقي ربه سبحانه وتعالى يجعل الله له فرقانا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهذا يكثر في مواسم، في مواسم الطاعات. إذا حضراتكم عرفتم كده هتعرفوا إنه مخالطة الصالحين مش حاجة سهلة. يعني حضرتك ممكن تدخل على رجل من الصالحين مثلا وقلبك مش سليم ناحيته، قلبك مش سليم ناحيته، بتظن في سوء، بتصب في داخل في داخلك، بتقولش الراجل ده انا بعمل كده ليه، هو بيمثل ولا ايه، هو مش عارف كده ولا ايه. اذا كان هذا الرجل من الصالحين فانه يعلم ما في سرك، لكنه لا يفاتحك بهذا ولا يذكر لك هذا. عشان كده بيسموا الأولياء جواسيس القلوب، جواسيس القلوب. لذلك إذا كان الرجل من الصالحين حقا ومن أهل التربية حقا، فإنه يعطي لكل مريد ولكل تلميذ من تلامذته ما ينفعه بناء على اطلاعه على ما في قلبه. عشان كده قلنا مسألة التربية مسألة مش سهلة، مش أي حد يدعي أنه شيخ مربي نسلم له مسألة كده، لا، مسألة ليست سهلة، مسألة ليست سهلة، وإلا هيبقى عامل زي الطبيب اللي بيوصف أي حاجة فالتصيب يتخيب. لكن لو طبيب شاطر وعارف بالضبط أنت محتاج إيه بناء على إطلاع الله سبحانه وتعالى له ما في نفسك، هيعطيك الدواء النافع. عشان كده ممكن الواحد نتيجة إنه خد الدواء النافع بجلسة واحدة يتغير، بنظرة واحدة يتغير، بذكر واحد يتغير، وهكذا. طيب يبقى إذن هذا الكلام الذي يذكره الشيخ هنا مش كلام درويش ولا كلام متصوفة بس ولا كلام خرافات، ولكنه كلام مقرر شرعا وواقع فعلا، وهو باختصار أن الله سبحانه وتعالى قد يطلع بعض خلقه على ما يشاء من الغيوب النسبية. طيب، وهذا يكثر في مواسم الطاعات التي يجتهد فيها الخلق في العبادة. قال: وسمعت الشيخ إبراهيم عصفور المجذوب رضي الله تعالى عنه يقول: والله إن صوم هؤلاء المسلمين باطل، لأكلهم عند الإفطار اللحم والحلوات والشهوات. احنا قلنا حضراتكم قبل كده إنه كل واحد يحكم على الناس وفقا لمرتبته، وفقا لمرتبته كل واحد بيغرف من قلبه زي ما بيقولوا كده، كل واحد بيغرف ايه من قلبه. فلو انت وحش هتبص تلاقيك بتقول على كل الناس وحشين، لو انت فيك حاجة هتشوفها في كل الناس. عشان كده سيدي احمد الرفاعي بيقول: ما دام احدكم يسيء الظن باخيه، اخيه المسلم يعني، فهو دليل على نجاسة باطنه. انت لا تدرك السوء في الناس إلا لأنه موجود فيك،
لو انت ما فيكش اي نوع من انواع السوء، قلبك نظيف، مش هتشوف السوء، مش هتدري بيه اصلا، لن تدري بوجوده اصلا عند الناس، وستعامل الناس وفق ما في قلبك انت. طيب، فكل واحد بيحكم على الناس او بيتكلم وفق ايه؟ وفق ما عنده هو. لذلك كلامك بيدل عليك مهما قلت. انت تقول فلان بيعمل وفلان بيساوي فلان وفلان وفلان كده، شكرا، الكلام يدل عليك انت، لا يدل على من تتحدث عنه. طيب، قلنا لحضراتكم برضو المره اللي فاتت لو تذكروا انه معيار الفقهاء يختلف عن معيار المتصوفه. الفقهاء يصححون العبادات، وهو صحيح، يصححون العبادات لمجرد الالتزام الظاهري. يعني لو حضرتك صليت وفق شروط وأركان الصلاة التي ذكرها الفقهاء في مذاهبهم، صلاتك صحيحة، حتى وإن قلت الله أكبر وسافرت ولفت الدنيا ورحت البنك وحسبت فلوسك وأنا صرفت امبارح وقعدت تفكر وبعدين ما فقتش إلا وأنت بتقول السلام عليكم السلام عليكم، حتى أنت ما كنتش دريان بتقول إيه في صلاة جماعة. لو جيت سألت أي فقيه: يا شيخ أنا قلت الله أكبر ودخلت الجماعة وما افتكرتش غير وإحنا بنسلم نفس الصلاة، يعني ما كنتش مركز خالص، الصلاة دي صحيحة؟ يقول لك نعم الصلاة صحيحة، طالما يا ابني كنت طاهر الثوب، طاهر المكان، مستقبل القبلة، اطمأنيت في حركات الصلاة، ركعت، سجدت، عملت الحركات الظاهرة، فالصلاة صحيحة، سقطت من عليك. وهذه مرتبة غالب المسلمين، يعني هو الفقه جاء لإصلاح الظاهر وهو الحد الأدنى من الدين، الحد الأدنى من الدين، لكن ده مش كل الدين، الدين فيه مراتب، عشان كده فيه أصحاب اليمين، في أصحاب الشمال، وفي السابقون السابقون أولئك المقربون، وفي الجنة درجات عالية جدا وكثيرة جدا. فالناس مش على درجة واحدة ولا مرتبة واحدة. فالفقهاء جاءوا بالحد الأدنى الذي ينبغي التزامه من كل الناس. هذا الحد الأدنى جزء من الدين وليس كل الدين. طيب، الصوفية لأنهم أهل المراتب العالية، ولأنهم يخاطبون من اختار طريقا خاصا يأخذ نفسه بالشدة ويزهد في الدنيا ويقبل على الله وكذا وكذا، معيارهم مختلف، فلا يصححون هذه الصلاة اللي انت غافل فيها، بيعيدوها. هذا الصوم يرونه باطلا، الصوم اللي هو الواحد يبقى بس ممتنع عن الطعام والشراب والشهوات وعمال يتفرج على المسلسلات وعمال ينام ويصحى ما بيعملش حاجة خالص، عند الصوفية ده صيام باطل. ليه؟ لأن معيارهم مختلف. هتقولي ازاي هو في دينين ولا ايه؟ لا، هو دين واحد لكن فيه مراتب. حضرتك عايز من اهل المرتبة ده، لا بأس، انت مسلم عايز تاخد نفسك بالشدة وتلزم نفسك بكذا، خلاص يلا توكل على الله، ربنا يعينك. واحنا في حياتنا بنعمل حاجة شبه كده. انت لما عندك 2 موظفين، واحد موظف لسه متعين امبارح وغلط غلطة ولو كانت كبيرة، انت هتكتفي بانك تنبهه، مش هقول موظفه امبارح وترفضه النهاردة، خلاص يا ابني خد بالك بعد كده خلاص. طيب موظف قديم وانت بتفكر كنت ترقيه تخليه بعد كده مدير ولا تخليه بعد كده في منصب كبير ويغلط نفس الغلطة، مش هتسكت له، الحساب هيبقى مختلف تماما. فانت ليه؟ لان مرتبة هذا غير مرتبة هذا. طيب، فكون انه يبقى في مراتب في الدين دي مسألة غير مستغربة ومسألة عادية جدا ولا شيء فيها. بناء على هذا الكلام نقدر نفهم بقى كلام الشيخ إبراهيم عصفور هذا الذي يذكر قوله الشيخ أبو المواهب الشعراء رحمة الله تعالى، إنه بيخطب أهل هذه المرتبة. قال: وسمعت الشيخ إبراهيم عصفور المجذوب رضي الله عنه يقول: والله إن صوم هؤلاء المسلمين باطل لأكلهم عند الإفطار اللحم والحلاوات والشهوات. طب ما إيه هو الصيام اللي مش باطل يا عم الشيخ؟ الصيام اللي مش باطل قال لنا عليه بقى لما اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، إنك تشعر بالجوع في رمضان أكثر من شعورك بالجوع في الأيام العادية.
إنك تكون مقبل على الطاعات أكثر من إقبالك في الأيام العادية، إنك تمتنع عن المخالفات أكثر من امتناعك عن الأيام العادية، وهكذا. وما عندي صوم إلا صوم القوم الذي يفطرون على زيت أو خل ونحو ذلك. ده الصيام. الصيام إنك تصوم وتفطر على أقل القليل علشان تعرف تروح على الأقل تصلي التراويح، عشان تعرف تقيم الليل، عشان تبقى خفيف فتصحى لصلاة الفجر في ميعادها، علشان. لكن هتيجي تعمل زي ما كل المسلمين بيعملوا الآن، يأكلوا في الإفطار وبعدين يصلوا يا دوب العشاء وهم تقال ويرجعوا البيت يكملوا بالحلويات، فأنت كده يعني إيه، الناس بتخرج من رمضان ما شاء الله زايدة. فهذا صيام عام صحيح، ما بنقولش إن هو باطل، لكن في مرتبة ماذا؟ في مرتبة الإسلام. لكن عند مرتبة أهل مرتبة الإحسان لا، ما ينفعش تبقى موظف قديم وتقع في الغلطة دي، نقول لك لا ما ينفعش. طيب، وكان الناس لا يهتدون لمعاني إشاراته لكونه مجذوبا، وكنت أنا أفهم معاني كلامه وإشاراته وتوبيخاته. جماعة المجاذيب حضراتكم يمكن بتشوفوهم موجودين كتير، أو كانوا موجودين قبل كده زمان أكتر من دلوقتي، كانوا موجودين عند سيدنا الحسين والسيدة زينب والأماكن دي، وبيسموهم عقلاء المجانين، لأن هم يعني إيه هيئتهم هيئة مجانين لكنهم ينطقون بالحكمة. والناس دولت بعضهم مجنون حقيقة يعني غير مكلف، وبعضهم مجذوب لأسباب أخرى الله أعلم بها، لكن لا يعني مش مجذوب بمعنى إنه مجنون أو كذا، ولكنه انجذب، يعني جذبه الحق سبحانه وتعالى، فاضت عليه الأنوار أكثر من تحمله، فزي ما تقولوا كده إيه، الفولت كان عالي شوية، ففي حاجة عنده ضربت فصار بهذا. وبعضهم يعني بينجذب بيبقى حال خلاص وبيزول عنه بعد فترة. فالأحوال مختلفة، الأحوال مختلفة. طيب، فالقصد إيه؟ الإمام الشعراني هنا بيتكلم عن هذا الرجل، بيقول إنه كان أكثر الناس ما يفهموش كلامه لكونه مجذوبة، بينما الشيخ الشعراني كان يفهم معاني كلامه وإشاراته وتوبيخاته، كان سيد الشعراني يفهم عنه جيدا. وأنا رأيت بعض المشايخ يصادقون بعض هؤلاء المجاذيب ويتحدثون معهم كلام العقلاء، فإذا انصرف هؤلاء المجاذيب من عند الشيخ عادوا مجانين مرة أخرى، خلاص الربع اللي عندهم يضرب تاني. لكن يتكلموا مع المشايخ يتكلموا كلام عقلاء يقوموا خلاص. فسيد الشعراني رضي الله عنه كان يفهم عنه كلامه وإشاراته وتوبيخاته كأنه يقول المسلمون لا ينبغي لهم في رمضان إلا الجوع الشديد، يعني ده معنى كلمة الشيخ لما يقول إن صوم الناس دول باطل، فكأنه يريد أن يقول إنه المسلمون حتى يصوموا صوما صحيحا ينبغي أن يكون في رمضان الجوع أشد من الأيام العادية. قال: وسمعت أخي أفضل الدين رحمه الله تعالى يقول: من أدب المؤمن إذا أفطر عنده الصائمون ألا يشبعهم الشبع العادي. يعني أنت إذا عزمت ناس وفطرتهم، طبعا إذا كانوا من أهل الإيمان فأنتم يعني كان في بينكم كده اتفاق، لكن أنت لو عملت كده مع حد أنت عازمه في هذه الأيام هيقولوا عليك بخيل وهيعيبوا عليك وكذا وكذا، إلا إذا كان في قوة في الله، كان في معونة على الطاعات، كان في اتفاق على هذه المعاني، عندها لو عزمت بعض الناس الذين تتعامل معهم على الطاعات وحطيت أقل القليل من الطعام يدوب فقط اللقيمات، ثم انصرفتم بعد الإفطار للجلوس في المسجد وانتظار صلاة العشاء، ثم صلاة العشاء والتراويح، هتبص تلاقي الموضوع خفيف وجميل وغير مكلف. أفطر عنده الصائمون، إذا أفطر من أدب المؤمن إذا أفطر عنده ألا يشبعهم الشبع العادي وإنما يشبعهم شبع السنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. إيه شبع السنة؟ ما يقيم الصلب شبع السنة، لكن إنك تبقى أكلت مش قادر تتنفس من الأكل، لا، ده مش شبع السنة. شبع السنة إنك تأكل ما يقيم جسدك. قال أهل اللغة: واللقيمات جمع لقمة من الثلاث
إلى التسعة. تخيلوا اللقيمات جمع لقمة، من الثلاث إلى التسعة. فمتى أخرج الإنسان لمن أفطر عنده أكثر من 9 لقيمات فقد أساء في حقه، ولا بقي له أجر إفطاره لما حصله من تعدي السنة انتهى. وهذا الأمر لا يفعله إلا من خرج عن حكم الطبع. يعني أنت لازم تنسلخ من اللي أنت فيه دلوقتي، لأنه أنا عارف معظم من الناس اللي بيسمعوا هذا الكلام أو اللي هيسمعوا هذا الكلام هيستنكروا، وفلذلك الناس بتستنكر حاجة لمجرد عدم الاعتياد. يعني لو أنت عايش في دولة غربية ومثلا وأنت امرأة وتحجبتي، الناس ممكن تستنكر الحجاب لأنهم مش متعودين. فالناس عادة تستنكر الأمور لأنها لم تعتد عليها. لو حضرتك رحت قعدت مع ناس بيشربوا خمر وأنت قلت لهم لا والله أنا ما بشربش خمر، هيستغربوك، إيه ده، إيه الإنسان الغريب ده؟ فهو الناس تستنكر ما لم تعتد عليه. فإحنا إذا أتينا الناس بهذه المفاهيم العالية الراقية الناس تستنكر. ليه؟ لأنهم يضعون الدين في صندوق ضيق قد كده، اللي هو الدين اللي اتعلموه، اللي هو غالبا دين مشوه ومشوش. فهو الواحد علشان يعمل كده مع بعض الناس لازم يخرج عن حكم الطبع. يعني لازم حضرتك تتغير، تغير جلدك اللي انت عليه ده تماما، أو تغير قلبك ده تماما، فتتزكى وتتطهر حتى ترى أن هذه الأمور هي ما سيوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، وأنها مفاهيم عالية راقية. قال: وهذا الأمر لا يفعله إلا من خرج عن حكم الطبع ومعاملة المخلوقين إلى فضاء الشريعة. الناس في الغالب لما بتعزم حد بتبقى خايفة الناس تاكل وشها، صح كده؟ طيب لما نقول الناس خايفة تاكل وشي، أو الناس هتقول إيه؟ ما ده معاملة للناس، ومعاملة الناس رياء، معاملة الناس رياء. فهو لذلك بيقول أنت لازم تخرج، إذا أردت يعني إنك تخرج عن معاملة المخلوقين. وإحنا قلنا لحضراتكم إن تطبيق هذا علشان ما يوقعش الناس في مشاكل لا يكون إلا عند من يفهم هذا الكلام، إلا عند من يفهم هذا الكلام. لكن إذا حضرتك عملت كده مع قرايبك أو أصحابك أو كذا، فطبعا الناس يعني تبقى مشاكل كبير. فانت انوي بانك والله في كل ذات كبد رطبه اجر ادخال السرور على المسلمين، ممكن تنوي نوايا اخرى بحيث ايضا تثاب، لكن هذه الدرجه اقل مما نتحدث فيه. طيب قال: وهذا الامر لا يفعله الا من خرج عن حكم الطبع ومعامله المخلوقين الى فضاء الشريعه ومعاملة الله وحده، حتى صار يشفق على دين أخيه المسلم أكثر مما يشفقه على نفسه. يعني هو لا يفعل هذا بخلا، وإنما يفعل ذلك خوفا على أخيه المسلم الذي سيضيع عليه صيامه، وسيضيع عليه رمضان، وسيضيع عليه صفاءه الذي حصله بالجوع. والإنسان نفسه بتصفو بالجوع. قال: وعلامات خروجك من حكم الطبع. ايه بقى علامة ان الواحد نقول انه غير جلده المعنوي وصار طبعه غير طبع الناس، وصار مؤهلا لانه يأخذ وينال هذه الدرجات العالية؟ قال: وعلامات خروجك من حكم الطبع ألا تتأثر من ذمه فيك بين الأعداء إن لم تشبعه، لأن حكم من يتعدى السنة مع العارف كحكم الطفل على حد سواء، والطفل لا يجاب إلى كل ما اشتهت نفسه. يعني من علامات حكم الطبع إنك لا تلتفت لما يقوله الناس، حتى وإن الناس كان كلهم بيعملوا كده، حتى وإن الناس، طبعا هذا الكلام أيضا يعني لمن يطيقه، حتى وإن الناس ذموك بهذا. للناس عند العارفين كالأطفال، معظم الناس زي الأطفال، وإن كانت أجسامهم ما شاء الله طويلة عريضة، الواحد منهم 50 و60 سنة و40 و30 سنة، أطفال في تصرفاتهم زي الأطفال بالضبط، ما خرجوش لسه عن الطفولة. لا يكون الإنسان رجلا إلا إذا حكم نفسه، لا تكون الأنثى رجلا، والرجولة وصف غير الذكورة، إلا إذا حكمت نفسها، لأن صار الإنسان على الصراط المستقيم يفعل ما يحبه الله ويرضاه. مش زي الطفل كل ما يجوع يعيط، كل ما نفسه يشتهي حاجة يبقى عايزها ويقعد يزن. ما هو الناس وهم كبار بيعملوا كده،
يعني ايه الفرق بين حضرتك وبين الطفل دلوقتي؟ انت كل ما تشتري نفسك حاجه تروح تشتريها، الفرق انك كنت زمان بتعيط عشان حد يشتري لك لانك مش قادر او معكش فلوس، دلوقتي انت معاك فلوس، فايه بقى؟ كل ما انا نفسي تشتهي حاجه اروح اشتريها، بس فانت في عياط لكنه عياط داخلي. فالناس معظمها عاملين زي الاطفال، كلما اشتهوا شيئا فعلوه. طيب، فالعارفين هم بيتعاملوا مع الناس لانهم مرشدين للخلق، هم اباء الخلق. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو الاباء، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو ابونا. لذلك الاب ماذا يفعل؟ يدل الناس على ما ينفعهم وان تالموا. زي كده بتاخد ابنك للدكتور تديله الحقنه، فتبقى ماسكه للدكتور ومكتفه وشايفه بعيط قدامك، لكن لازم هياخد الحقنه والا هيجيله نزله، هيجيله مش عارف كذا وهيروح فيها. فانت ايه؟ بتقسو عليه رحمه به. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو المؤمنين، لذلك جاءنا صلى الله عليه وسلم بما ينفعنا، جاءنا بما ينفعنا، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما ينفعنا أكثر منا. زي بالضبط كده الأب ما يكون عارف إيه اللي ينفع ابنه أكثر منه، شايف ابنه رايح على النار هيمسكها يروح واخده زقه لورا حتى وإن وقع. أنت الطفل ده لو جمد هذه اللحظة، لو جمد هذه هيقول أبويا بيكرهني، أبويا مش عايز مصلحتي، أبويا ما بيحبنيش. إحنا بنتعامل هكذا مع الله سبحانه وتعالى، إذا ربنا منع عنا بعض الخيرات بنجمد هذه اللحظة، نعمل عليها بوز ونكبرها ونقعرها ونقعد نفكر فيها ايه ده ربنا ما ادانيش ليه، وفي الواقع هو منع عنك ما ليس في مصلحتك، لانه سبحانه وتعالى حكيم والحكمه وضع الشيء في موضعه. فاذا العارفين لانهم على قدم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء العاملين لانهم على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا، يتعاملون مع الخلق هكذا من منطلق الاباء. فمش هيجاملك، مش هيقول لك الكلام اللي يبسطك، لا، هيقول لك ما ينفعك لأنه يحبك وانت ربما لا تعرف مصلحة نفسك. طبعا مش معناها بقى تحكم وسيطرة، لان انا عارف الموجة دي موجودة دلوقتي، مفيش تحكم ولا سيطرة. هو انت ابوك لما يقول لك يا ابني ما تروحش عند النار يبقى تحكم وسيطرة؟ يبقى اذا ايه؟ لان حكم من يتعدى السنة مع العارف كحكم الطفل على حد سواء، والطفل لا يجاب إلى كل ما اشتهت نفسه. إذا حضرتك عودت الطفل على إنه كل ما اشتهت نفسه مجاب، يبقى قابلني لو عرفت تربيه، يبقى قابلني لما يكبر يسمع لك كلمة بعد كده. كذلك النفس، فأنت تعاملك مع نفسك لازم يكون كده، حاجة أنت نفسك فيها لكن تقول لا سأتركها لله تربية لنفسي. نفسك تبقى عايزة تعمل حاجة تقول لا أستغفر الله. نفسك عايزاك تنام تقول لا، فتخالف، تروض نفسك، تخالف نفسك حتى تتربى. مش كل ما النفس تشتهي حاجة نستجيب لها، فالنفس تحتاج إلى التربية كالطفل تماما بتمام. لذلك سيدنا البصيري رضي الله عنه في بردته يقول: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. والأمهات عارفين كده كويس، الطفل الأم عشان تفطم ابنها عن الرضاع ليهم طرق عجيبة، بيحطوا حاجات مرة، بيمنعوا الطفل يخلوه يعيط، وبعدين لما يجوع يبدأوا يأكلوه لحد ما يتعود على الأكل. طيب إذا الأم فضلت ترضعه لأنها يا عيني مشفقة عليه لأنه بيعيط أو جعان مش عايز يأكل حاجة، هيفضل ممكن الطفل ده يرضع لحد ما عنده 5 سنين. فإيه؟ والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفصم. لازم يتفطم. كذلك النفس لازم تتفطم. تتفطم عن إيه؟ عن الحرام. لازم النفس تتفطم، تتمنع عن الحرام. تبقى حضرتك كده ايه؟ بتعمل الواجبات، وعند الحرام لا، في شطام، في منع، في قسوة على النفس، في لوم وعتاب للنفس على فعل الحرام، واستغفار اذا الواحد وقع في الحرام، وتوبة اذا الواحد وقع في الحرام، وهكذا الواحد ينجو. قال: وكان سيدي ابراهيم المتبولي رضي الله عنه يخرج للصائمين أقل من عادتهم في الإفطار. طبعا الأسماء اللي احنا بنقولها دي كلها، قلنا حضراتكم قبل ذلك الشيخ أفضل الدين، الشيخ إبراهيم العصفور، سيدي إبراهيم المدبولي، سيدي علي الخواص، كل الأسماء اللي بتيجي اللي بيقولها
سيدنا الشعراني في كتابه هذا ستجدون تراجمها في الطبقات الكبرى أو في الطبقات الوسطى من كتبه، وهو ألف 3 كتب في الطبقات، الطبقات الكبرى، الطبقات الوسطى، الطبقات الصغرى. فلو حضراتكم جبتوا هذه الكتب أو نزلتوها، بعضها موجود على الإنترنت، هتلاقوا تراجم هؤلاء المشايخ عشان تتعرفوا على جزء من سيرتهم العطرة، عشان تعرفوا إنه في بشر زينا فيهم شهوات زينا، عندهم رغبات زينا، عندهم مخاوف زينا، عايزين يأكلوا ويشربوا زينا، عندهم عيال زينا، ومع ذلك خرجوا من كل هذا لله سبحانه وتعالى، وربنا ما ضيعهمش، يعني ما قصروش لا في حق أولادهم ولا في حق زوجاتهم ولا في حق كذا ولا في كذا، ومع ذلك عرفوا الدنيا يتعاملوا معها إزاي صح، بحيث يقبلون على الله سبحانه وتعالى أشد الإقبال. طيب، وكان سيدي إبراهيم المتبولي رضي الله عنه يخرج للصائمين أقل من عادتهم في الإفطار فاشتكوا من اعتداء. يبقى سيدي إبراهيم المتبولي كان على عادة الأولياء والعارفين. إيه هي عادة الأولياء والعارفين؟ الإطعام. الإطعام، إنه دائما الفقراء يأتون عندهم ويؤكلون فطونهم وكذا ويبسطهم على الآخر. في رمضان يقللوا، في رمضان يقلل ليه؟ خوفا على الناس عشان ما يضيعوش صيامهم. انت مشيت خطوه كويسه في انك تجوع تترقى، ها ما تضيعش ده بقى بايه؟ بانك في الفطار تاكل اكثر من اللازم، استمر في حاله الصفاء هذه حتى يحصل لك التجلي مع نهايه الشهر، وتدخل على ليله القدر وانت خفيف فيستجاب دعاؤك ان شاء الله تعالى. لو كان سيدي ابراهيم المتبولي رضي الله عنه يخرج للصائمين اقل من عادتهم في الافطار فاشتكوا النقيب له. النقيب هو يعني كأنه مسؤول المجموعة أو رئيس المجموعة من المريدين أو كذا. فقال إن شكوتم منه في الدنيا فسوف تشكرونه في الآخرة. النقيب بقى ما هو فاهم، النقيب فاهم، فقال لهم إيه؟ قال لهم الشيخ وإن كان يفعل ذلك معكم في الدنيا فأنتم زعلانين منه، لكنكم في الآخرة ستحمدون فعله هذا. قال من وصية سيدي علي الخواص رحمه الله إياك أن تخرج للضيف في تخرج للضيف في رمضان كشيخ العربي أو غيره فوق رغيف خوفا أن يتكدر منك إن لم تشبعه، فإنه لو كشف له عن صنيعك معه لقبل رجليك وقال جزاك الله عني خيرا الذي لم تعطي نفس الخبيثة حظها من شهواتها وسعيت في كمال صومها. سيدي علي الخواص اللي هو شيخ الإمام الشعراني رضي الله عنه بيقول انت اذا كنت بتضيف الناس في رمضان خلاص كده. شيخ العرب ده اللي هو كان في مصر زمان لحد فترة قريبة مجموعة ناس بيلفوا كده البلدان، بيلفوا البلدان معهم جمال، معهم أنا رأيت هؤلاء معهم جمال، معهم معيز، معهم خرفان، بيلفوا بيها بين البلدان، بتنتقلوا بين البلدان، ملهمش مقر ثابت، يروحوا مثلا حتة خلا بين البيوت مثلا أو حتة على أطراف المدينة ويجلسوا فيها، يقعدوا مثلا بأسبوعين 3 شهر وينتقلوا لمكان آخر وهكذا. فدول إحنا وإحنا صغيرين كنا بنسميهم العرب، فالعرب دول ليهم شيخ، فلان هم ناس متنقلين، فاي حد منهم بيسموه شيخ العرب، اي حد منهم مجازا بيسموه شيخ العرب. فهم الناس دول ينزلوا على البلدان المختلفه بيكونوا ضيوف، بيروحوا للمشايخ يضيفوهم ويأكلوهم ويشربوهم وكذا. فهنا الشيخ بينصحه بيقول له ايه بقى؟ بيقول له اياك ان تخرج للضيف رمضان كشيخ العرب، يعني لما يجي لك ضيف زي شيخ العرب او غيره فوق رغيف، فبيقول له يعني قدم له القليل خوفا ان يتكدر منك ان لم تشبعه، يعني احنا بنطلع فوق رغيف علشان خايفين انه يزعل مننا. فيقول لك حتى وان علمت ذلك ما تخافش منه، فانه لو كشف له عن صنيعك معه لقبل رجليك، يعني لو عرف الفائده التي سيحصلها من التقليل من الطعام لقبل رجليك وقال جزاك الله عني خيرا الذي لم تعطي نفسي الخبيثة حظها من شهواتها وسعيت في كمال صومها. لأن كمال الصوم لا يحصل، كمال الصوم لا يحصل إلا بماذا؟ إلا بهذا،
إلا بتمام الجوع. طيب فاسلك يا أخي على يد شيخ حتى يخرجك عن حكم الطبيعة وتصير تعامل الخلق بالرحمة والشفقة، وإلا فمن لازمك الخوف من عتاب المخلوقين. يعني كأن الشيخ عايز يقول لك إنك علشان توصل لمرحلة إنك ما تعملش الخلق تماما، ولا تبقى مهتم الناس هتقول إيه ولا هتعمل إيه، أنت بتعمل الناس ما ينفعهم، فأنت بتقدم للناس في رمضان أقل القليل علشان تفيدهم. ده يحتاج إلى خروج عن الطبع، والخروج عن الطبع هذا يحتاج إلى سلوك، والسلوك لا يكون إلا على يد من سلك حتى يدلك على الطريق، إلا على يد شيخ سالك. وإلا فمن لازمك الخوف من عتاب المخلوقين. وسمعت سيدي علي الخواص رحمه الله يقول: أولياء الله أشفق على عباد الله من أنفسهم، لأنهم يمنعونهم من الشهوات التي تنقص مقامهم، وهم لا يفعلون بأنفسهم ذلك أبدا ما أمكنهم وراثة محمدية. يبقى إذن الشيخ هنا يؤكد على المعنى اللي احنا قلناه قبل ذلك، وهو أن الأولياء العارفين ورثوا عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المقام، مقام الأبوة، مقام الحنو على الخلق، مقام أنهم يفعلون الخلق ما ينفعهم، مش الحاجة اللي هتبسطهم دلوقتي وبعدين تزعلهم بعدين، لا، ربما أقسو عليك لكنني أفعل ذلك لأنني أريد لك الخير وأحب لك الخير، فاعلم ذلك وأعمل به والله يتولى هداك وهو يتولى الصالحين. وروى الشيخان وغيرهما واللفظ البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا صام أحدكم، جنة يعني وقاية، صيام جنة يعني وقاية، وقاية من ماذا؟ وقاية من الشهوات، وقاية من المعاصي، حماية من ماذا؟ حماية من الشيطان، حماية من تغول النفس على الروح، وهكذا. والصيام جنة، فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم اللي هو رائحة الفم التي يخلفها أو يصنعها الصيام في الفم. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا جزاء الصيام، فهو لله سبحانه وتعالى كما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يعني ما فيش جزاء محدد، يعني كل الأعمال محدد ثوابها إلا الصيام، ده عند ربنا معناها ان الثواب الذي سيترتب عليه لا يوصف. الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، يدع شهوته وطعامه من اجلي. الله سبحانه وتعالى يقدر هذا في عباده، ان واحد يدع شيئا لله سبحانه وتعالى. وفي روايه لمالك وابي داود والترمذي: واذا لقي الله عز وجل فجزاه فرحا. يبقى إيه العبد إذا لقي الله سبحانه وتعالى فأعطاه جزاءه، هذا العبد يفرح عندما يرى هذا الجزاء الجزيل. قلت: وإنما كان الصائم، ده كلام سيدي الشعراني، وإنما كان الصائم يفرح بهذين الشيئين، لأن الإنسان مركب من جسم وروح، فغذاء الجسم الطعام وغذاء الروح لقاء الله والله أعلم. لاحظوا هنا أن الشيخ بيعقب على الحديث الأولاني: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره وهذا غذاء الروح الجسد، وإذا لقي ربه فرح بصومه وهذا غذاء الروح. قال الحافظ: ومعنى قوله الصيام جنة بضم الجيم هو ما يجن العبد ويستره ويقيه مما يخاف. قال: ومعنى الحديث إن الصوم يستر صاحبه ويحفظه من الوقوع في المعاصي. يعني ده شأن الصوم، يعني المفروض الصوم يعمل كده. هتقول لي: يا شيخ طب ما انا ببقى صايم وبرضه بعمل المعاصي. اقول لك: يبقى انت الصوم ما افادكش بحاجه. هو مفترض ان الصيام
يزرع في قلبك الخوف من الله، مراقبة الله سبحانه وتعالى. فإذا حضرتك كنت بتصوم ومع ذلك ما فيش مراقبة لله، فإذا الصوم الآن لم يؤدي هدفه. يعني الصوم مش هيعمل كده لوحده، الصوم وسيلة عشان من خلاله تتعلم المراقبة وبالتالي تمتنع عن المعاصي. مش بمجرد الصوم هتلاقي نفسك أوتوماتيكيا امتنعت عن المعاصي، لا، الصوم بيعلم مراقبة الله ومن ثم عدم الوقوع في المعاصي حتى تتعود على منع نفسك عن المعاصي. يبقى الصوم يستر صاحبه، يعني يعلم صاحبه مراقبة الله التي تجعله ينسسف وينحفظ وينحاش عن المعاصي، بأن الصوم يستر صاحبه ويحفظه من الوقوع في المعاصي. والرفث يطلق ويراد به الجماع، ويطلق ويراد به الفحش. في كلمة الرفث، فإذا صام أحدكم فلا يرفث، يعني إيه؟ لا يجامع إذا كان طبعا متزوجا، أو لا يرفث معناها لا يتحدث بالفحش من القول. ويطلق ويراد به خطاب الرجل للمرأة فيما يتعلق بالجماع. يعني كلمة الرفث أيضا قد تطلق ويراد بها كلام الرجل للمرأة فيما يتعلق بالجماع، اللي هو المغازلة الصريحة شوية اللي بتكون طبعا بين الزوجين. أنا بقول لي المتزوجين أو بين الزوجين، لأنه مش متصور أصلا إن مسلم يعمل حاجة غير كده. يعني مش معقول هنقول فلا يرفث يعني لا يزني، ده مش متصور أصلا. فلا يرفث يعني لا يتحدث مع امرأة أجنبية بكلام فاحش فيه كلام عن الجنس وكذا، ده غير وارد، يعني لا يتصور في المسلم إنه يعمل كده أصلا. فلذلك احنا لا ننبه عليه لشدة وضوحه. الكلام هنا عن ايه؟ عن الزوج وزوجته. فلا يرفث يعني لا جماع، او فلا يرفث يعني لا يتحدث بالغزل الفاحش اللي فيه مقدمات للجماع، والا يعني دوت ايه، يعني يخدش في الصيام. وقال كثير من العلماء المراد به في هذا الحديث الفحش ورديء الكلام، والخلوف بفتح الخاء وضم اللام هو تغير الخلوف بفتح الخاء وضم اللام هو تغير رائحة الفم من الصوت. وروى الطبراني والبيهقي مرفوعا الصيام لله عز وجل لا يعلم ثواب عامله إلا الله عز وجل. وروى الطبراني ورواته ثقات مرفوعا صوموا تصحوا. كتير من الناس بياخدوها على الصحة البدنية، وده صحيح يعني ايه مش غلط، لكن الصحة ايضا يراد بها هنا مع الصحة البدنية الصحة المعنوية، ان الواحد يتطهر من ذنوبه، ان الواحد يرتقي روحه ترتقي ويتعلم فقره واحتياجه الى الله سبحانه وتعالى. ففي صحة قلبية ايضا بالاضافة الى الصحة البدنية. وروى الامام احمد أحمد بإسناد جيد والبيهقي مرفوعا الصيام جنة وحصن حصين من النار. ويبقى جنة هنا زي ما هو جنة من المعاصي فهو جنة من النار أيضا، يعني اللي هيصوم في الدنيا فصيامه يمنعه إن شاء الله تعالى من النار، لأنه إذا صام صح وامتنع عن المعاصي في الدنيا فالصيام كان جنة له عن المعاصي، فبالتالي سيكون هذا الصيام سيكون جنة له عن النار. وفي رواية ابن خزيمة في صحيحه الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. يعني كأنه بيحمي الإنسان، بيحمي نفس الإنسان. أنت لما تدخل القتال ربما تموت، تمام؟ فالصيام يمنع الإنسان من النار، لأنه الإنسان إذا دخل النار نفسه بتهان بتذل، والعذاب النار وصف بأنه عذاب مهين وعذاب أليم وعذاب عظيم. فالصيام يحمي الإنسان من هذا الذي وصفه الله في القرآن. وروى الإمام أحمد والطبراني والحاكم ورواتهم محتج بهم في الصحيح مرفوعة الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة. فيقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان أو فيشفعان. يبقى إذن الصيام يشفع لصاحبه والقرآن أيضا يشفع. وروى ابن ماجة مرفوعا لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم. وروى البيهقي مرفوعا إن للصائم عند فطره لا دعوة لا ترد. وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه واللفظ له وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان
في صحيحه مرفوعة: ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. الحديث، لاحظوا هنا إن الحديثين لما نحطهم مع بعض، أبوس في نفسك مستجاب الدعوة إن شاء الله طول ما أنت صائم حتى يفطر، فأنت صائم ما فطرتش لسه، ثم يقول لك عند فطره، يبقى طول ما أنت صائم دعوتك مستجابة إن شاء الله، ثم عندما تفطر أيضا دعوتك ماذا؟ مستجاب. وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. تخيلوا يوم واحد يا جماعة، واحد مثلا صام اثنين لله، صام خميس لله، يباعد الله عز وجل بينه وبين النار 70 سنة. 70 خريفة يعني 70 سنة، ده يوم واحد فقط. قال الحافظ: قد ذهب طوائف من أهل العلم إلى أن هذا الحديث في فضل الصوم في الجهاد، وبوب على ذلك الترمذي وغيره. وذهب الطائفة من أن كل صوم في سبيل الله إذا كان خالصا لله تعالى، والله أعلم. يعني ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، يعني وهو يجاهد في سبيل الله، يعني يبقى مجاهد صائم، إذا فعل ذلك فهذا الصوم مع الجهاد يباعد بينه وبين النار 70 خريفا. ده قول بعض أهل العلم. في طائفة أخرى من أهل العلم قالوا لا، كل صيام في كل يوم يباعد بين الإنسان والنار 70 خريفا. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. إحنا ممكن يعني كواجب عملي، بما أننا اتفقنا قبل كده إحنا هنحاول كل عهد من العهود نطبقه ولو بقدر الاستطاعة، إن إحنا نبدأ من الآن نصوم مثلا استعدادا لرمضان القادم، نصوم اثنين وخميس ولا حاجة. السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يستعدون قبل رمضان ب6 شهور، يعني قبل رمضان يدخل ب6 شهور كانوا يستعدون لرمضان. فإحنا ممكن من الآن نستعد للصيام يوم في الأسبوع مثلا الاثنين أو الخميس، حتى ننال ونطبق هذا العهد إن شاء الله تعالى، وربنا يعيننا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.